دعني أبدأ بك دكتور أشرف. يعني من الواضح من الأجواء أو من ما أعلنته قبل يوم أو أول أمس فيما يخص ليندا تومس غرينفيلد عندما قالت بأنها العضوية لفلسطين لن تساهم في حل الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية وفي أيضا حل الدولتين، هل هو تلويح في الأفق بفيتو جديد يجهض المحاولات العربية والعالمية لتهدئة الأوضاع؟ للأسف نعم، ستستخدم الولايات المتحدة حق نقض الفيتو بعدم الموافقة على ضم دولة فلسطين كعضو كامل في الجمعية العامة للأمم المتحدة. في طبعا إجراءين، هي طبعا دولة فلسطين هي اوريدي واخدة العضوية بموافقة المجتمع الدولي اللي هي 137 دولة من أصل 193، ولكن يعني نقدر نقول ان البعد الإجرائي طبقا للهيكل التنظيمي لعمل الجمعية العامة مع الهيئة أو السلطة التنفيذية اللي هو مجلس الأمن يجب أن يحظى بموافقة 9 أعضاء وألا يستخدم أحد الأعضاء الخمس حق النقد الفيتو. تلويح الولايات المتحدة الأمريكية بيرجعنا إلى سنين سابقة لم تقدم الولايات المتحدة يعني إجراء على الأرض نرى فيه قيام لدولة فلسطين. حق النقد متوقع، وبالتالي سنرجع للمربع صفر أو المربع واحد، وهو تظل هناك ضغط وإرادة دولية لجعل فلسطين تحظى بالعضوية الكاملة للأمم المتحدة، وتستطيع الدولة الفلسطينية الوليدة الجديدة أن تمارس كافة طبعا صلاحياتها كدولة عضو في الأمم المتحدة، وأن يكون لها مقعد في مجلس الأمن كدولة من الدول الغير دائمة العضوية. ولكن وجهة النظر الأمريكية دائما بتقول يعني دع الموضوع للتفاوض بين دولة الاحتلال وبين الفلسطينيين، وده أمر يعني لم نصل منذ 48 إلى الآن، ودولة الاحتلال تغتنص الفلسطينيين إما قتلا أو إرجاء لقضايا تفاوضية أو اللعب بالكلمات أو بعقد المؤتمرات، وهي تراوغ وهم يعني تعلموا المراوغة باعتبار أن الولايات المتحدة أو المجتمع الدولي المقصود الدول الكبيرة كالدول السبع الكبار أو بريطانيا، يعني ليس هناك إرادة دولية حقيقية بالضغط على دولة الاحتلال. هل ممكن يكون في الأفق بعد ما حدث في 7 أكتوبر وحالة التعاطف الكبير للمجتمع الدولي الداعم لحق الشعب الفلسطيني، هل ضغط الصين، وضع الصين الآن من 10 سنين مختلف عما كان، ورغبة الصين في أن ترى فلسطين دولة كاملة العضوية، ده بيرجع إلى طبيعة توازن القوى. طيب.